السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب ثالثه ثانوي معانا النهارده مع فيديو حل البروبلمز الخاص باسئله الماجنتيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب ثالثه ثانوي معانا النهارده مع حل اسئله البروبلمز بتاعه الكويل والسلينايد الجزء الاخير من الفلكس نبدا مع بعض مع اول سؤال اكويل اوف كروس سكشن اريا 0.2 متر سكوير يبقى اذا انا معايا الاريا ب 0.2 متر سكوير placed نورمالي يعني بربنديكولر في يونيفورم ماجنتيك فلكس دينستي ال B 0.04 وعايز الفلكس طبعا الجزء ده كان من الجزء الاولاني خالص بنفتكره مع بعض كان الفاي ام m لانه قال ب اب ساين سيتا طيب في الحالة دي الـ ب 0.2 والـ والفلاكس 0.04 وعشان قال بيربينديكولر يبقى ساين 90 لأنه يعني طبعاً اللي بيربينديكولر ده الكويل اتسلف فهتطلع معايا بكام 0.008 أو 8 باي 10 باور نيجاتيف 3 ويبر Question 2 A coil of cross-section area 2 m2 is placed in a magnetic field of density 0.05 ويبر برميتر سكوير يبقى برضو عندي الاريا ب 2 متر سكوير والبي اللي هو الفلكس دينستي ب 0.05 تسلا وذا ماجنتيك فلكس باسنج ثرو ات از ماكسيمم يعني ساعتها الفاي ام هتبقى الفاي ماكسيمم اللي هي اي بي على طول او اي تايمز بي يعني 2 باي 0.05 هتبقى 0.1 ويبر دي الفاي ماكسيمم عايز يعرف لو الماجنتيك فلكس بكام لو الكويل روتييت 30 ديجري إيه دي عند اول واحده يبقى الفاي ام ايكوال اي بي كوساين سيتا فتبقى 0.1 باي كوساين 30 فتطلع 0.087 ويبر طب نيجي عند الثانيه فاي ام ايكوال اي بي كوساين سيتا يبقى 0.1 باي كوساين 45 فتبقى 0.07 وهكذا بقى اللي بعديها تبقى 0.1 باي 60 فتبقى 0.05 اللي بعديها 0.1 باي كوزين 135 فتبقى 0.07 بس بالنيجاتيف زي ال 45 لان دي الكومبلمنتري بتاعت هنا 0.1 باي 180 زي كوزاين 0 زي الماكسيمم بالظبط 0.1 إي ويبر Number 3 a square coil of length 20 cm is placed in a magnetic field of density 3 by 10 power negative 2 tesla. If resulted flux of 6 by 10 power negative 4 Weber يعني مديني اللينس فهجيب الاريا للسكوير لان اللينس الاريا باور 2 طيب يبقى 20 باي uh, 10 نيجاتيف 2 اول باور 2 فتبقى 0.04 وال B ب 3 by 10 to power 2 تسلا والفلكس lines 6 by 10 to 4 ويبر هو بقى عايز مين الانجل يبقى كوزين سيتا ايكوال الفاي ام على A تايمز B الفاي ام اللي هي 6 by 10 to 4 over ال والـ A 0.04 باي 3 باي 10 تو باور نيتيف 2 عشان أجيب السيتا هعمل شيفت كوساين للفراكشن ده فيطلع معايا كام 30 ديجري نمبر 4 a circular loop of diameter 12.56 سنتي طيب يبقى الراديوس بتاعها 12.56 over 2 فتبقى 6.28 وهعملها بالميتر بايتن بورنيتيف 2 <applause> قال ان النمبر اوف تيرنز بتاعتها 100 تيرن وعايز الفلكس density. عايز البي كام في السنتر ومديني الباي ب 3.14 البي في الكويل كانت ايه منير زي ما اتفقنا نوف في ان في اي على تو ار بيديهاني 4 باي باي 10 تو باور نيجاتيف 7 والنمبر اوف تيرنز 100

radius ال radius بتاعي 5.6 سنتيمتر طبعا ممكن انا بعمل ده كله بقى بيتم مور نيتيف 2 والفلوكس دينستي ات ذا سنتر البي ايكوال 8.25 by 10 تو باور نيتيف 6 تسلا عايز الكرنت انتنستي طيب الاول عشان اجيب الكرنت intensity لازم اعرف النمبر اوف تيرنز لانه ارك فالان ايكوال اللينس اوف واير على 2 باي ار يعني 26.4 باي 10 the نيتف negative 2 over 2 will π 22 over 7 will R 5.6 باي 10 the نيتف negative 2 هيطلع النمبر number of ب 0.75 <أكلم> <بصفيق> <أكلم> هنا بقى لو عايز اجيب ال I ال I هتبقى equal ال B في 2R على ميو في ان اللي هي تعديل المنير البي ب 8.25 باي 10 تو باور نيتف 6 باي 2 باي 5.6 باي 10 تو باور نيتف 2 اوفر البرميابيلتي 4 باي باي 10 باور نيتف 7 والنمبر اوف تيرنز ب 0.75 تطلع معايا 0.98 امبير number 6 in the opposite figure, find the magnetic flux density at point B and determine its direction طيب نبدأ الأول مع الفلاكس بكام؟ أولاً هو مش مديني number of turns هو مديني radius ومديني I فأنا محتاج الـ N الـ N زي ما اتفقنا هنا لو معايا angles لو دي 90 على الجزء الفاضي يبقى اللي جوا بكام 270 بقيت السيركل circle فالـ N كانت سيتا على 360 يعني 270 على 360 فتطلع 3 over 4 او 0.75 دلوقتي بس اقدر اجيب ال B كانت نونير ميو في ان في اي على 2 ار يبقى 4 باي times 10 power native 7 وال number of turns ب 3 over 4 او 0.75 وال i ب 40 over 2 times ال r ب 2 بس هحولها للمتر يطلع معايا الفلكس بكام؟ 9.43 by 10 to power 4 تسلا أما بالنسبة للدايركشن فطول ما الفلكس بيتحرك أنتي كلوك يبقى دايما في السنتر أنا بالنسبة لي الفلكس طالع على بره لما بستخدم رايت هاند رول أو ماكس والرايت هاند رول فالفلكس كده هيبقى إيه؟ هيبقى أوت أوف ذا بيتش

4 سم يعني 4 باي 10 تو 2 متر كونيكت تو 12 البي بي ب 12 فولت ولي internal resistance 1 مديني الريزيستيفيتي بتاعه الكوبر 1.79 باي 10 تو 8 وعايز current اللي في الكويل اول حاجه افكر فيها ان دول مع بعض هيخلوني اجيب الريزيستنس الاول اللي هي رولا Resistivity في لنس على Area يبقى Equal Resistivity 1.79 by 10 to power Native 8 واللنس 50.24 over الArea 1.79 by 10 to power Native 7 فهتطلع تقريبا 5.024 Ohm أو 5 Ohm دلوقتي بس أقدر أجيب ال إزاي الآي I من أومز لو في بي على R بلس R إذا إحنا شابتر 1 مكمل معانا زي ما اتفقنا هنا ال في بي ب 12 وهنا كانت ب 5.024 بلس 1 يعني تقريبا كانها 12 اوفر 6 وزيادة سنة عشان كده الرقم طالع 1.99 أمبير اللي هو أبروكسيميتد 2 سيشتغل طبعا باللي معايا ثم عايز الفلكس دينستي ات ذا سنتر عايز اجيب البي في الكويل طيب البي كانت ايه مونير ميو في ان في اي على 2 ار البرميابيلتي ب 4 باي طيب تايم 10 باور نيتيف 7 والنمبر اوف تيرنز قال لي 200 والكرنت لسه جامد 1.99 اوفر 2 والار ب 4 باي 10 باور نيتيف 2 هتطلع معايا في كام في الاخر 6.25 by 10 to power negative 3 نمبر 8 a circular loop of radius 10 cm حلو فانا معايا radius 10 cm 10 by 10 to power negative 2 متر made wire of resistivity وال resistivity معايا خلي بالكو ده radius الكويل resistivity equal 10 power negative 6 ohm dot meter وكروس سيكشن اريا والاريا بتاعتي 4 باي 10 باور نيتف 4 متر سكوير وعندي الباتري المتوصلة اسمها في بي مش عارف هي بكام بالظبط وملهاش انترنال ريزيستنس بزيرو والفلكس دينستي اللي بيأثر او اللي كرييتد في السنتر ب1 تسلا عايز ال بي طيب عشان اجيب ال بي انا محتاج الاي والار انا مدي لك الاريا والريزستيفيتي مدي لك الريديوس بتاع الكويل طيب الريديوس بتاع الكويل ده اللي هو معايا انا ما اعرفش اللينس بكام ولا النمبر اوف تيرنز بكام بس انا قلت لك ايه لوب اذا افترضت هنا ان الان كويل ايكوال 1 بالتالي لو رحت لرول اللينس اوف واير ايكوال ان في 2 باي ار ال n ب1 تايمز 2 تايمز باي وال r ب 10 باي 10 تو باور نيتيف 2 فيطلع معايا ال lens of wire 0.2 باي متر طيب وبعدين اروح اجيب ال resistance بتاعت ال wire اللي هي resistivity في lens على area ال resistivity ب 10 باور نيتيف 6 واللينس قايل لي 0.2 باي اوفر الاريا 4 باي 10 تو باور نيجاتيف 4 تطلع معايا 5 باي تايمز 10 باور 4 اوم طيب لو انا بقى عايز اجيب الاي عشان اشتغل واجيب الفي بي الاي ايكوال بي في 2 ار على ميو في ان من رول الكويل البي 1 تايمز 2 والراديوس بتاع الكويل كان قايل لي 10 سم يعني 10 بور .10, 10 2 اوفر البيرميابيليتي ب 4 باي تايمز 10 باور نيتيف 7 والان ب 1 تطلع معايا 5 باي 10 باور 5 اوفر باي امبير دلوقتي بس اقدر اجيب ال في بي ال بي ايكوال ايه اي في ار بلس ار من اومز لو الإي i بكام؟ 5 باي 10 باور 5 اوفر باي تايمز ال لان الصغيرة ب 0 5 باي باي 10 باور نيجاتيف 4 تطلع معايا لما نكنسل باي مع الباي 250 فولت question 9 عايز ال flux density at the center of a circular loop of one turn يبقى ال هنا ب 1 وال radius بتاعها ب 0.1 متر carry current الإي i ب 10 امبير if there is a straight wire carry current of same intensity calculate the distance at which the magnetic flux density vanishes or have same value اولا هو عايز الفلux في الاول المرحلة الاولى الـ B للكويل هجيبه منير يوف N في I راتو R فتبقى ال permeability طبعا زي ما احنا عارفينها 4 باي باي 10 باي 7 ال N ب 1 والاي ب 10 على 2 باي 0.1 فتطلع معايا 628 باي 10 باور ناتيف 5 تسلا طب لو في واير كاريك نفس الانتنسيتي احسب الدستنس ات ويتش ذا ماجنتيك فلكس هاف سيم value يعني لو عندي كويل كده عندي هنا واير بيقول لي عايز الديستنس اللي ما بين السنتر center of والواير اللي تخلي ال flux density have same value يعني يفضل ال بنفس الرقم، طيب ده معناها إن الاتنين دول لما أعملهم مع بعض هيديني نفس قيمة ال b total ده معناها إن ال b في السنتر هنا تبقى بزيرو إنه قال لي. اللي يديني نفس الفاليو بتاع الكويل يعني باختصار البي واير هيبقى ايكوال بي كويل ده المقصود بالظبط طيب ساعتها البي واير ايكوال ايه البي واير ايكوال مؤيد او 2 باي 10 باور -7 في اي واير على دي واير هو عايز الدي يبقى الكلام ده البي واير اللي هو نفس الرقم 628 باي 10 to power negative 5 equal to by 10 to power negative 7 times i بالدهاني. نفس ال 10 وعايز ال distance أعمل shift solve أو cross multiplication يبقى distance equal to by 10 to power negative 7 times 10 over 6 to 8 by 10 to power negative 5 هتطلع معايا 0.032 متر الديستانس اللي ما بين الواير والسنتر اوف ذا كويل السؤال نمبر 10 ستريت واير كاري الكتريك كارنت is coiled ان ذا فورم اوف سيركلر كويل كونسيست اوف one تيرن يبقى النمبر اوف تيرنز ايكوال one تيرن Then it coiled again in a circle consist of four turns. يبقى N1 يبقى N1 equal one turn. و N2 بقت 4 turns with the same electric current compare between the flux in both cases طيب هو هنا بيقول لي طالما انا عملت recoil او عملت reshape كلمة reshape او recoil احنا اتفقنا مع بعض ان ليها رول في ال في الـ ratio ان P1 over P2 equal N1 over N2 all power 2 ده علشان هنا هو ما اتكلمش عن radius. وما إن سيم current يبقى ال مش هستخدمه، فهتبقى 1 over 4 all power 2 فتبقى 1 over 16، برضه عشان لو جالي أحب أوضح إن ب1 over ب2 equal 1 over 16، ده يعني إن أنا لو عملت cross multiplication إن ب2 بقت 16 تايمز ب1، دي برضه معلومة مهمة. Question 11: A straight wire of resistance 48 ohm is reshaped. as a closed ring of radius d then the battery of 6 volt is connected to the end of its diameter as in the figure عايز الـ total resistance of the two points أولا هو كان straight wire الـ resistance بتاعة الواير كانت 48 ohm الواير اتقسم لجزئين part 1 و part 2 يبقى كأني خدت الواير ده وعملت على 2 ايكوال ريزيستنس لما اقسم بقى ال 48 اوفر 2 يبقى اللي فوق 24 اوم والريزيستنس اللي تحت 24 اوم يبقى لو عايز اجيب التوتال ريزيستنس كان عندي 2 ايكويفالنت ريزيستنس بارالل يبقى في اول طلب ال R ايكويفالنت ايكوال R اوفر N يعني 24 اوفر 2 يبقى 12 او oh. عايز الالكتريك كارنت باث ثرو ذا واير عايز الكارنت اللي هيمشي فيهم طيب هستخدم اومز لو فور كلوزد سيركت الاي ايكوال في بي اوفر ار بلس ار الفي بي هو قال لي انها ب 6 واحنا لسه قايلين انها ب 12 ومفيش انترنال ريزيستنس يبقى 0.5 امبير ده الكارنت التوتال يا شباب هيتقسم لانه هيمشي هنا وهنا فهيتقسم بالنص يبقى الاي في البرانش او الفرع الواحد 0.5 over 2 فتبقى 0.25 امبيرز ده الكرنت اللي هيمشي في كل برانش بيقول لي طب ليه الفلكس دينستي فانشز بزيرو at the center of the ring لان طبيعي ان الشكل ده وكان عندي تو parallel واير كاري سيم current بعيدا عن الشكل ان هما شبه الكويل وبالتالي لما بيبقى اعمل اجيب التوتال يبقى جوه بالنيجاتيف وبره بالبوزيتيف طب انا في النص بالظبط على نفس الديستنس اللي هو الراديوس اكيد لما اجي اعملهم طالما نفس الكرنت، نفس الاي ونفس المسافة يبقى الم... النقطة دي بالنسبة لي نيوترال بوينت يبقى اكيد هقول له بيكوز السنتر of loop act as neutral point لانها كانها نيوترال بوينت where the flux of each wire cancel each other about. Number 12 two circular coils having same center any yani concentric coils that's a center. carry two currents equal in magnitude يبقى هنا ال current i وهنا برضو ال current i and opposite in direction في current يمشي في direction والتاني يمشي في direction عكس منه the first the radius بتاع first is 10 سم هنا ال radius equal 10 وradius بتاع second الدبل equal 20 والنمبر اوف turns is 100 في first يبقى اذا إذن 1 ب 10 سم وn 1 ب 100 تيرل وr 2 ب 20 سم يبقي n ان2 كام علشان الفلكس فانشز يعني يبقوا الاتنين ايكوال ده معناه ان البي في الانر كويل ايكوال البي في الاوتر كويل طب ايه قانون البي للواير في الكويل منير ميو في ان في اي على 2 2R الكلام ده للانر ايكوال برضو ميو في ان في اي على 2 ار بس في الايه في الاوتر طب ممكن اكنسل permeability مع بعض وكنسل التو مع بعض وال سيم current برضو اكنسلهم اصبح ان انر على ار انر او 1 ايكوال ان اوتر على ار اوتر او ار 2 طب بالسبستيوشن هنا ال ان بكام 100 والار 10 مش محتاجة احول عشان ده ريشيو هنا ال n مش عارف بكام وال r ب 20 بالكروس يبقى n2 equal 200 نمبر 13 ده انا بتكلم هنا يا فندم question 13 تو سيركلر كويل هاف سيم سنتر اند ان سيم بلين انا عندي اتنين كويل كونسنتريك في نفس السنتر وسيم بلين the radius of the first is double that of the second ادي الفيرست وادي السكند ودي السكند فradius first double radius second and both carry two electric current in same direction الكرنت ماشي في نفس الدايركشن بس الفلكس بتاع الكويل الاكسترنال اكبر من الكويل الانترنل لو الكرنت reversed the magnetic flux density decrease to half في الحالة دي لما بعكس الكرنت في الاكسترنال كويل اللي هي I1 عشان نبقى عارفين إن الكبيرة هي 1 والصغيره هي 2 the magnetic flux density decreases to half the center ساعتها البي توتال بقى بي توتال 2 بقى نص بي توتال 1 يبقى ratio between the number of turns كام طيب المفروض لو أنا هبدأ من هنا البي توتال هنا يبقى بي الاكسترنال مينوس بي الانترنال لأن ايه انا عكست الدايركشن فبقى بالماينس ايكوال هاف بي اكسترنال بلس بي انترنال او الانر طيب بعد كده هخلي الاكسترنال مع بعض والانترنال مع بعض فبالتالي هودي دي هناك بالبلس ودي تيجي هنا بالماينس فيبقى هاف بي اكسترنال لان دي 1 هتبقى ماينس هاف هتساوي 1.5 بي إنترنال الريليشن دي اللي جبتها من الفكرة اللي هو قالها ان اللي هما بعد ما اتعكسوا بقت النص طيب عايزين بقى نستغل ده في الريليشن بتاعتنا عشان نعرف نجيب الريشيو ما بين الاتنين ده معناه ايه معناه كده ان البي اكسترنال اوفر البي النر لما هودي دي بالديفايدد equal 1.5 او 3 over 2 over half يعني بقت 3 over 1 ده الريشيو ما بينهم الكلام ده المفروض ايكوال ايه بقى الريشيو ما بين الراديوس لان الراديوس هو اللي مأثر لما غيرته لان ولأن انا عايز اعرف النمبر اوف تيرنز فالمفروض ان 1 اوفر ان 2 باي ار 2 على ار 1 عشان اجيب الريشيو هنا تبقى 3 over 1 equal n1 على n2 by r2 هتفضل زي ما هي r2 وهنا 2r1 نعمل ايه هنا تبقى 2r2 هنكنسل دول مع بعض فتبقى n1 على n2 equal two circular coil have same center The first carry current 7 امبير يبقى i1 equal 7 امبير والنمبر اوف تيرنز ليها 400 تيرنز والradius بتاعي 20 سنتي يعني 20 باي 10 تو باور نيجاتيف 2 كل ده للفيرست بالنسبه للسكند بقى برضو الكرنت في السكند ب 10 امبيرز والنمبر اوف تيرنز ب 500 تيرن والريديوس بتاعي برضو ب 10 سنتي يعني باي 10 باور نيجاتيف 2 قال عايز الفلكس بكام لو كان ال current in same direction لو they have أو they are in same plane طيب يعني لو كانوا في نفس الدايركشن ومع بعض ساعتها يبقى ال B total عبارة عن P1 لكويل 1 plus P كويل 2 فتبقى منير للكويل الأولاني بلس منير للكويل الثاني طيب a 4 pi by 10 to power negative 7 by 400 by 7 over 2 times 20 by 10 to power negative 2 plus nafzikalem 4 pi times 10 to power negative 7 times 500 times 10 over 2 by 10 by 10 to power negative 2 طب لو روتيت 180 ديجري نفس الكلام البي توتال يبقى عبارة عن بي 1 b بي 2 هعمل نفس الريزالتس او نفس الخطوات بس بالنيجاتيف اما لو روتيت 180 ديجري فالبي توتال هيبقى روت B 1 باور 2 بلس B 2 باور 2 يعني هعمل نفس الكلام بس تحت الروت سكوير Number 15, two straight wires A and B of distance one meter apart. Wire A carry a current of intensity four point five amperes. Wire B carry current of intensity one point five amperes in same direction. A one turn coil of radius ten pi santi is placed at the same plane. At of the such two wires, locate distance B0 0.5 apart I and mean, كل wire فيهم What is the value and the direction of the current path in the coil to make the flux density at the center equal zero? يعني أنا عايز هنا flux total vanishes مبدئياً هشتغل على الاتنين wire وكأنهم same direction فهجيب ال total flux جوة بال- يبقى ال b total لل 2 wires equal ايه 2 باي 10 to the power negative 7 i على d فهعمل 4.5 over هاف والكرنت 1.5 over هاف هتطلع معايا 1.2 باي 10 تو of 6 المفروض عشان الفلكس يبقى فانش يبقى البي توتال للوايرز ايكوال البي كويل اللي هي كانت منير ميو في ان في اي على 2 ار طب البي كويل بكام 1.2 باي 10 تو of نيتيف 6 البيرميابيلتي بقى هنا ايه 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 النمبر اوف تيرنز هو هنا قال لوب وبالتالي هتبقى إن ب1 الكرنت ده اللي انا عايز اجيبه بكام اوفر 2r 2 والار بكام قال لي 10 باي سنتي يعني باي تو باور 2 ممكن اكنسل باي مع الباي واجيب الاي بكام يبقى الاي ايكوالز هيطلع الكرنت ب 0.6 امبير طب بالنسبه للديريكشن بتاع الكرنت فين الاول اشوف الفلكس اشوف الفلاكس الكرنت الاكبر هو هنا حسب رايتن رول هيبقى انتو the page وهنا يبقى out of ذا page وانا طبعا همشي مع الاعلى في الكرنت عشان الفلكس بتاعه هو الاقوى اذا انا عايز الفلكس بتاع الكويل يبقى انتو the page عشان اكنسل التو فلكسز وده مش هيحصل الا لو كان الكرنت أنتي وايز كلوك وايز في الكلوك وايز هيبقى الفلكس انتو ذا بيج يبقى اذا الدايركشن بتاع الكرنت في الكويل هيبقى ايه يبقى كلوك وايز عشان يكنسل الفلكس بتاع التو وايرز مع بعض يبقى عكسه في الدايركشن نمبر 16 ان ذا تو ان ذا فيجر شون تو كونسنتريك ميتال رينجز ان سم بلين اتش سكاري كارنت اوف intensity I, a long straight wire is placed beside them in the same plane and carry the same current. لو flux density at the center is C, what is the value of the current of the flux density at reversing the current of the straight wire only؟ طبعا هنا مش عايز قيمة هو عايز رموز. أنا لو عكست دول المفروض الأول الـ B total لل coils هيبقى إيه؟ بي انر بلس بي اوتر البي انر اللي هي ايه ميو في ان في اي على 2 ار البي اوتر ميو في ان في اي على 2 2 ار ممكن ناخدها كومن فاكتور يبقى هنا عندي الميو والان والاي و2 ار فيتبقى 1 بلس هاف يعني كانها 3 اوفر 2 ميو في ان في اي على 2 طب لو عايز اجيب بقى البي توتال هيبقى البي كويلز ماينص البي واير طب البي كويلز كانت 3 اوفر 2 ميو في ان في اي على 2 ار ماينص الواير مؤيد ميو في اي على 2 باي دي خلي بالك بقى هنا ان الدي ب 3 ار من هنا لهنا يبقى هشيل الدي واكتب مكانها هنا 3 ار طيب ممكن اخد ايه فاكتور كومن فاكتور ممكن اخد الميو والاي كومن فاكتور وكمان اخد الار بره فهيتبقى هنا جوه 3 اوفر 4 عشان انا عملت 2 باي 2 ماينص الناحيه الثانيه اتبقى ايه 1 على 6 باي هو ده اللي عايزه بعد ما عملنا ريفرس هيطلع بكام تطلع معايا ب 0.7 ميو في اي على ار طب لو ريفرس الكرنت ان ذا انترنال رينج اونلي ساعتها بدل ما اعمل اللي فوق بلس هعمل ماينس يبقى ال total توتال في الكويلز ايكوال ميو في ان في اي على 2 ار ماينس ميو في ان في اي على 4 ار فكان هيبقى عندي ميو في ان في اي على لو احط هنا ار يبقى كاني بعمل هاف ماينس كوارتر يعني كان هيبقى كوارتر ميو في ان في اي على ار نقدر نعتبر هنا دايما إن الـ n بـ 1 لأن هو قال رينجز يعني عشان ما تبقاش الـ n ايه عشان ما حدش يسألني الـ n راحت فين، طيب لو هجيب بقى الـ b واير معاهم الـ b واير هيتعمل بلس دول فيبقى كوارتر ميو في i على r عشان الـ n بـ 1 بلس ميو في i على 2 باي دي اللي هي بـ 3 r يبقى ايكوال هاخد الـ والاي والـ i والـ r بره فيتبقى عندي كوارتر بلس 1 over 6 باي طب قال لي لو عملت دبل للكرنت the اوتر رينج اونلي يعني الكرنت اللي بره هي دبل البي توتال على الوضع بتاع البلس القديم هيبقى ميو في ان في اي على 2 ار بلس ميو في ان في 2 اي على 4 ار برضه هياخد الميو والاي عشان ان بوند وهنا الار فيتبقى هاف بلس هاف فيبقى كانها ميو في اي على ار عشان هاف طب اجيب بقى البي واير معاهم في نفس البوزيشن يبقى ميو في اي على ار بلس ميو في اي على تو باي والدي ب ار هناخد الميو والاي والار كومن بره فيتبقى عندي هنا 1 بلس 1 اوفر 6 انا عارف ان المسألة فيها تفاصيل وغلسة شوية بس هي فكرة تتدرب فيها ازاي نحل اسئلة من غير ارقام وتعرف ان دي بتبقى سخيفة دايما بالنسبة لكم question 17 question 17 an insulated circular loop of one turn فانا عندي ال n equal 1 carry current ال i ب 5 amperes at the center of a circular loop a magnetic flux is generated الفلكس اسمه B عايز الكرنت باس through a straight wire and generate same flux at same distance يعني هو بيقول لو انا حطيت جنب اللوب واير يبقى على distance قد ايه من السنتر of the لوب عشان دي نفس الفلكس بتاع اللوب كلمه same flux هي دي الحل ده معناه ان البي واير يبقى ايكوال البي لوب او البي coil طيب يبقى يا ترى الكرنت قد ايه والدستانس إيكوال الراديوس، يعني معناه إن أنا هغير هعدل دي كده، وهحط الواير تنجنت هنا؛ لأن الديستانس إيكوال الراديوس، طيب في الحالة دي كنا قلنا الرول بتاعة التنجنت، أما يبقى التو فلوكسز إيكوال، أو الفلوكس في السنتر إيكوال زيرو، أو نيوترال بوينت، بيبقى i واير أوفر باي إيكوال.

is placed such that it becomes tangent to an insulated circular coil of one turn fernande bordeaux coil tangent li wire coil and number of turns betatu one turn the n equal one and it's, its plane in the plane of the magnetic uh, median of the earth or the magnetic field of earth at the center of the coil there is magnetic needle move freely

انا عايز الكرنت اللي هيمشي في الواير عشان يخلي السنتر بزيرو والكرنت في الكويل بزيرو بوينت 2 فوق ب0.42 اذا ان كويل 1 باي 0.42 ايكوال اي واير اوفر باي وبرضه هنعمل ايه كروس يبقى الاي واير ايكوال 0.42 تايمز باي فتطلع 1.32 amperes. Number 19 support and electromagnet use a coil of diameter 1.2 meters. يبقى radius 0.6 meter. Made from copper wire of cross-section area. ال area بتاعت ال copper wire اللي معمول منه الكوال 2.56 by 10 to power negative 6 meter square. The power supply is all V B, voltage, 120. Shandidini power, equal 4,000 watts. We the resistivity of copper, 1.65 by 10 to power negative 8. How many turns are needed to run the power supply at maximum power? Type an I the power supply to maximum. I there to number of turns. عشان نجيب النمبر اوف تيرنز انا محتاج اجيب الكرنت اللي هيمشي فيها او اللي هيمشي في الكويل ازاي انا عارف ان الباور ايكوال في تايمز اي يبقى الكرنت اللي هيمشي ايكوال الباور اوفر الفي يعني 4000 اوفر 120 يطلع الكرنت بتاعي 33.3 أمبيرز. طيب أنا كده جبت الكرنت إزاي أجيب النمبر أوف تيرنز بعد ما جبنا الـ I هنروح نجيب الـ R الـ R equal V over I طبعا الـ I للواير فهال R equals الـ V بـ 120 والـ R بـ 33.3 فتطلع 1 أوم تقريبا هنا بقى أقدر أجيب اللينس في واير اللينس بتاع الواير ايكوال ايه ار في ايه على ريزيستيفيتي يعني ايكوال 1 تايمز الاريا 2.5 باي 10 تو باور نيتيف 6 اوفر الريزيستيفيتي ب 1.6 باي 10 تو باور نيجاتيف 8 ايكوال كام هتلاقي اللينس 1.5 متر طيب دلوقتي بقى اقدر اجيب النمبر اوف تيرنز اللي اللينس على 2 باي ار اللينس بكام اللينس لسه قايل 1, 5, 1 .5 على 2 الباي ب 22 over 7 والار 0.6 تطلع النمبر اوف تيرنز معايا ب 40.2 تيرن ثم بقى عايز كمان الفلوكس دينستي البي ايكوال ا طبعا الدي في الكويل منير ميو في ان في اي على 2 ار البرميابيليتي ب 4 باي تايمز 10 تو بار نيتيف 7 النمبر تيرنز ب 40.2 الكارنت ب 33.3 اوفر 2 تايمز 0.6 هتطلع معايا 1.4 باي 10 تو بار 3 تسلا طلب اخير بقى اقل اف ويوز use greater number of turns at same power supply يعني إسفضل voltage VB will a greater magnetic field strength results هل لو زودت number of turns هيديني فلكس أعلى طبعا هيديني فلكس أعلى لإن number of turns direct مع ال-B و number of turns inverse مع ال-R فلما زود ال-turns أكيد هتزيد الفلكس لإن ال-radius كمان هيقل ده مش كده وبس ده الفلكس هيزيد بتأثيرين تأثير إن إن زادت تأثير ال radius قل فيعتبر هيزيد الدبل أو الأربع أضعاف ده لو زاد الدبل يعني فهنا طبعا بيسألني عشان أفهم يفهم مني أنت فاهم تأثير النمبر number of turns وال على الفلكس في الكويل إن الاتنين بيدوا تأثير مضاعف على الفلكس ده في حالة إن أنا استخدمت same wire question 20 a solenoid of length 0.6 meter يبقى اللينس ايكوال 0.6 سكارينج الكتريك Current الاي ايكوال 10 امبيرز if the magnetic flux density produced in the middle of its axis الB كان 0.05 تسلا عايز النمبر number of turns هنا بقى دخلنا على السلينويد الB سلينويد كان منيل ميو of N في I على L فأنا لو عايز ال number of turn per unit lens اللي كان التعديل الثاني ميو في ان سمول في اي اصبح الان ايكوال p على ميو اي p اللي ب 0.05 اوفر permeability طبعا كالعاده 4 باي باي 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الكرنت اللي ب 10 فيطلع معايا 3980.89 تيرن بير متر

أدى Length 0.22 متر والarea بتاعتي Equal 25 باي 10 power 4 متر سكوير اوف of turns 300 تيرن turn. عايز اعرف ال Current intensity in the coil of the magnetic flux density لو البي في الكويل ب 1.2 باي 10 to power native 3 تسلا طيب ال I Equal ايه احنا اتفقنا انها هتبقى ال P في ال L على الميو في ال N ده لو عايز ال I ال بكام 1.2 by 10 to power native 3 وال L 0.22 over ال permeability 4 pi times 10 power native 7 وال number of turns 300 اطلع ال current 0.7 amperes وعايز أحسب التوتال فلكس باسنج ثرو ذا كويل أما بقى لو كمان عندي السولينويد ده كان في اكسترنال فيلد بيأثر عليه غير الفيلد بتاعه يبقى أنا لو عايز أحسب الفاي إم هتبقى بي تايمز الإيه الفلكس بتاع الكويل هو قال 1.2 باي 10 تو بار نيتيف 3 والاريا هنا اهي 25 باي 10 تو بار 4 هتطلع معايا فعلا 3 by 10 power negative 6 Weber. Number 22 a solenoid of 100 turns. يبقى ال n equal 100 وال ب 50 cm 0.5 meter وال resistance of each turn ال resistance لل turn الواحدة أو للكويل coil الواحدة ب 0.01 ohm وكل ده connected ب source ال بتاعه equal 2 volt والانترنال resistance neglected عايز اعرف الماجنتيك فلكس دنسيتي ان ذا ميدل اوف اتس اكسس طيب انا عشان اجيب ده انا محتاج الاول اجيب الاي فالار للسولينويد ايكوال الار لكل تيرن تايمز النمبر اوف تيرنز فتبقى 0.01 تايمز 100 تبقى 1 اوم ده ريزيستنس اوف سولينويد طب ما اجيب الكرنت اللي هيمشي في السولينويد عن طريق الفي بي اوفر الار ال 2 وال 1 يبقى ال current 2 أمبيرز كده جبت ال وجبت ال resistance قال بقى إيه عايز ال magnetic flux ال B equal منيل في N على ال يبقى 4 باي times 10 to power negative 7 وال number of ب 100 وال current ب 2 over اللينز اللي ب 0.5 يطلع معايا الفلكس ب 5 باي 10 5.024 باي 10 to باور نيتيف 4 تسلا قال لي then calculate the magnetic flux density لو ال number of turns بقت 50 نو للسيم لل source اه هنا بقى فكرة لما ال number of turns بقت 50 على نفس اللينس ده معناها ان في تغيير في الـ number of turns بقت 50 يبقى ساعتها الـ B equal mu في N في I على L الـ permeability هتبقى 4 pi times 10 power native 7 times طالما نفس الـ الـ wire ما غيرتوش يبقى الـ, الـ current زي ما هو مش هيتغير 2 over الـ L 0.5 فساعتها ما الكرنت يقل النص الفلاكس برضو هيقل النص هيبقى 2.524 by 10 تو باور نيتيف 4 تسلا خلي بالكم ان انا هنا خليت النمبر اوف تيرنز كام 50 تيرنز لو قلت كات قصيت يبقى هنا اتغير اغير في الريزيستنس اما لو كان يقصد ان النمبر اوف تيرنز ما بقت 50 ان انا قصيت النص هنا هتتغير الفكره في حاله لو احنا قصينا النص يبقى الـ number of turns بقت 50 كمان اللينس بقى 0.25 أما الـ هيزيد الدبل هيبقى هو كان 2 يبقى 4 ليه؟ لأن الـ I inverse مع الـ R والـ R inverse مع اللينس. يبقى الـ P ميو في n في I على L الـ Permeability 4π times 10 power negative 7 والـ n بقت 50 والـ I بقى 4 واللينس بقى 0.25 الفلكس هيبقى 1.0048 by 10 to power 3 تسلا. نمبر 23 a serenoid لينس 10 سنتيمتر يبقى معايا اللينس 0.1 متر والنمبر اوف تيرنز 56 carry current such that the magnetic flux density at the center البي ب 14 by 10 to power 5 تسلا. عايز الكارنت current path through it طيب ال i ايه قلنا يبقى البي في ال -L على الميو في ال -N. بيبقى 14 باي 10 تو 5 واللينس 0.1 permeability 4 باي تايمز 10 باور 7 تايمز 56 هيطلع الكرنت ب 0.199 او تقريبا 0.2 امبيرز طب ال magnetic flux density at its center if the turns are compressed to be circular loop of diameter 20 cm هنا لما بيحصل عندي سولينويد أعمل له compress فيبقى coil أو coil أعمل له stretch يبقى سولينويد بيبقى فيه ratio ما بين ال B coil over B solenoid equal اللي على 2R يبقى معنى كده البي سولينويد انا معايا ب 14 باي 10 تو باور نيتيف 5 البي كويل مش معايا اللينس 20 سم يعني 0.2 على 2 ار يعني 2 باي الريديوس هيبقى 0.1 فتطلع معايا بعد الكروس البي كويل ايكوال 7 باي 10 تو باور نيتيف 5 نمبر 24 a circular coil of diameter 12 cm يعني radius 6 cm 6 by 10 power negative 2 carry an electric current which generate magnetic field at center if the coil is stretched uniformly رجعنا لنفس الفكرة in a direction of its axis such that it form a solenoid of same current يعني ال I ثابتة يبقى دي ال R بتاعت الكويل وال I solenoid equal ال I coil ثرو عايز اعرف اللينس بتاع السولينويد بكام اللي يخلي الفلكس في السولينويد نص الكويل يبقى اذا الفلكس بتاع السولينويد ايكوال هاف الفلكس بتاع الكويل ده معناها ان الفلكس سولينويد اوفر فلكس كويل ايكوال 1 اوفر 2 لما اودي دي بالديفايد الكلام ده ايكوال ايه بقى ايكوال 2 ار على ال لانه قال انه ستريتشد يبقى معنى كده ان الهاف ايكوال 2 باي 6 باي 10 تو باور 2 على ال بالكروس multiplication يطلع اللينس اوف سيلينويد 0.24 متر او 24 سنتيمتر نمبر 25 a circular curve of diameter 22 سنتيمتر يبقى ال radius بتاعي 11 سنتيمتر يبقى 11 باي 10 باور 2 والنمبر اوف تيرنز بتاعه الكويل برضو ب 49 تيرن كاري an electric current which generate a magnetic flux density at the center ال B في الكويل في السنتر 7 باي 10 to power 5 تسلا عايز current طيب انت بتتكلم على كويل يبقى الـ I equal B times 2R على ميو في N ال B ب 7 باي 10 to power negative times 2 will r 11 by 10 to power native 2 over the permeability before pi times 10 to power negative 7 will n b 49 فيطلع معايا ب 0.25 amperes كمان عايز الفلوكس density at the point on its axis لو ال turns stretched لحد ما اللينس بقى 11 سنتي 11 by 10 power native 2 يبقى هعمل ratio p coil over p solenoid equal l على 2r الb coil بكام هو قال لي 7 باي 10 تو باور نيف 5 مش عارف الb solenoid بس اللينس ب 11 والراديوس برضو ب 11 فبالكروس هتلاقي ان الb solenoid يبقى 14 باي 10 باور نيف 5 نمبر 26 السولينويد لينس 20 سنتي يبقى اللينس ب 20 سنتي يعني 0.2 متر كاري كارنت which جنريت a ماجنتيك فلكس density البي ايكوال 4 باي 10 تو باور 3 تسلا الكلام ده على السلينويد Then its turns are pressed uniformly. لما بقت كويل الديامتر بتاعه، الار كويل هتبقى 5 سنتي يعني 0.05 متر نفس الفكرة يبقى ال B coil over P solenoid equal L على 2R ال B coil أنا عايز أجيبه هنا يعني مش مش معايا unknown على ال P solenoid اللي هو 4 pi 10 to power native 3 equal ال lens ب 0.2 على 2R اللي هي 0.05 بالكروس يطلع معايا البي كويل 8 باي 10 باور نيتف 3 تسلا question 27 a solenoid of length 20 cm و 200 turns will current 0.5 ampere يبقى اللينس عندي 20 سنتي يعني 0.2 متر number of turns 200 تيرن turn. والكرنت ب أمبيرز عايز الفلوكس أت ميدل لو كان الأير طيب في حالة الأير ال بي كانت ميو في إن في أي على إل فتبقى البرميبيليتي في الأير إحنا عارفين إنها 4 باي تايمز 10 power negative 7 والإن ب 200 والأي ب 0.5 أوفر اللينس ب 0.2 هتطلع

فهتطلع 1 tسله. Number 28. Calculate the current intensity path through selenoid of lens. ال lens of selenoid 0.5. number of turns 1000 turn. وال flux density في المدل 0.04 tسله. أنا عايز إيه ال I؟ ال I equal ال P times the lens على ميو في n. ال P ب 0.04 وال L. ب 0.5 والبرميابيليتي 4 باي تايمز 10 بار 7 والان ب 1000 هتطلع معايا 15 امبير كويشن 29 وده من الاسئله المهمه سينويد اوف لينس 20 سم يعني 0.2 متر والنمبر اوف تيرنز ب 100 turn و ليه resistance الresistance بتاعته ب 6 ومحطوط محطوط في السيركل زي ما احنا شايفين عايزين نعرف الماجنتيك فلكس تنستي ات ذا ميدل اوف اتس اكسس حالة ان انا اوبن ذا سويتش طيب في الوضع ده الريزستنس مش معايا خالص اللي هنا فاشتغل على انها سيركت عادية الكرنت هيطلع من هنا فاول حاجة هجيبها طلع معايا ال في بي والاي والار اول حاجة هجيبها طبعا معايا ال في بي والار والار انترنال هجيب الاي من اومز لو فور كلوزد سيركت في بي على ار بلس ار ال ب ب 60 على 6 plus 2 فتبقى 60 over 8 هتطلع معايا 7.5 amperes بعد ما اجيب الاي اقدر اجيب الفلوكس واي اللي عايز ال ب تبقى ميو في ان في ايه على ال فتبقى باي تايمز 10 to power negative 7 ال ان ب 100 الاي جبتها 7.5 اوفر ال ال هيطلع معايا ب 0.2 فيطلع الريزلت 4.71 by 10 تو باور نيتيف 3 تسلا طب لو كان السويتش كلوزد في الحاله دي بقى الكرنت هي ديفايدر هيتقسم جزء هنا وجزء هنا فهجيب الاي الجديده بعد ما قفلت بس في الحاله دي لازم اجيب الار ايكويفالنت بقى عندي 6 و 3 بارلل هنعمل زي ما كنا بنعمل في شابتر 1 6 تايمز 3 على 6 بلس 3 واحنا عارفين انها 2 اوم هنا هجيب بقى ال i الجديدة 60 على 2 بلس 2 يعني 60 over 4 فتبقى 15 امبير طيب نخلي بالنا بقى, بقى الكرنت اللي طالع ب 15 امبير اللي هيوصل هنا كام؟ اه هي دي اللي تهمني بقى عشان ناس بتغلط تاخد ال 15 تحطها في الرول لا 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 انا عايز اللي يوصل للسلينويد فانا عارف ان الاي برانش اللي هيوصل للسلينويد هيبقى هاخد الار الاوبزيت اللي هي 3 على 6 بلس 3 تايمز 15 هيطلع انه هيمشي فيه كام 5 امبيرز يبقى لما اجي اجيب الفلكس الجديد في السلينويد ميو في ان في اي على ال البيرميابيلتي زي 100 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 الـ number of turns زي ما هي 100 لكن الـ current بقى 5 over الـ 0.2 هتطلع معايا 3.14 by 10 to power negative 3 تسلا نمبر 30 a straight wire carry current of 5 amperes يبقى الاي I equal 5 amperes. place perpendicular on the axis of selenoid الـ number of turns لـ 10 الـ lens بتاعي ب 15 سم يعني 0.15 متر كاري current ال I في السولينويد 7 over 22 أمبيرز عايز flux دينسي at the axis of the coil and at distance 5 cm from the wire يبقى أنا عندي سولينويد وجنبه واير الواير كاري current 5 أمبيرز محطوط بربنديكولر لسلينويد بالمواصفات دي الفلاكس بتاع السيلينويد يبقى كده والفلكس بتاع الواير بيبقى كده فالاتنين هيبقوا بيربنديكولر فلاكس الواير وفلكس السولينويد هو عايز الفلكس دينستي للاتنين وعلى بعد 5 سنتيمتر رمز واير هجيب البي للسولينويد يبقى البي سولينويد ايكوال ميو ان في اي على ال

تايمز الاي اوفر الدي يعني 2 باي 10 تو باور نيجاتيف 7 تايمز الاي بتاعت الواير ب 5 distance 5 سنتي يعني 0.05 هتطلع معايا 2 باي 10 باور نيجاتيف 5 عشان بقى اجيب التوتال فلوكس على الاكسس اوف ذا كويل هيبقى عباره عن الانتر اكشن ما بين الفيلد بتاع الواير والفيلد بتاع السولينويد فهي جاب طالما الاتنين بيربنديكولر لبعض هجيبهم عن طريق البايثاجورس البي توتال ايكوال روت البي سولينويد سكوير بلس البي واير سكوير فتبقى روت 2.67 باي 10 to the 5 اول باور 2 plus 2 باي 10 to the 5 اول باور 2 31 a solenoid of length Fifty centi, turns, one hundred turn, carry current of two amperes. If I have a solenoid, the is .5 meter, and the solenoid, a length of zero point five meter, will number of turns one hundred turn, will current the path fee be two amperes, fill middle of the circular coil, where the center of the circular coil, is coincides with the axis of a solenoid, good maal axis of the solenoid. يعني عندي سلينويد تاني عندي كويل تاني الكويل محطوط مع السلينويد في نفس الاكسس بس السيركلر كويل بيربنديكولار تو ذا أكسس اوف سلينويد يعني عشان نفهم ادي السلينويد اهو ده الاكسس والكويل محطوط جواه فيرتيكال عايز ايه بقى قال ان الكويل ده النمبر اوف تيرنز بتاعته ب 20 والكرنت 1 امبير والراديوس 0.15 متر عايز الفلكس density لو كانوا الاثنين سيم دايركشن هنا بقى هجيب البيل السولينويد والبيل الكويلو ده احل البي سولينويد الميو اللي هي 4 باي باي 10 باور نيجاتيف 7 في ال ان ب 100 والاي ب 2 over 0.5 البي سولينويد هيطلع معايا 5.024 باي 10 باور نيجاتيف 4 اجيب بقى البي للكويل ميو في ان في اي على 2 ار فتبقى 4 باي تايم 10 باور نيجاتيف 7 والان ب 20 والاي ب 1 والار 2 باي 0.15 هتطلع معايا ب 8.37 باي 10 باور نيجاتيف 5 عايز بقى اجيب البي توتال لو سيم دايركشن لو سيم دايركشن هعملهم بلس يبقى البي توتال ايكوال بي كويل بلس بي سولينويد هتطلع معايا ب 5.86 باي 10 باور نيتف 4 تسلا او اعملهم لو اوبزيت هعمل الاتنين ماينس البي كويل minus بي سولينويد هتطلع معايا ب 4.19 باي 10 باور نيتف 4 تسلا Question 32 Two solenoids, one made two solenoids, one them, one of them is inside the other such that their axis coincide to, together in the number of turns per unit length of the first turn 10 turns with second 10 turns. The first fee 10 turns with second fee 20 turns per unit length. If n one 10 turns per unit length, when n two 20 turns per unit length will. inner اللي هو اللي جوه ال I1 في equal to amperes و 2 equal 4 amperes عايز الفلوكس flux density at point inside them on the axis طيب لو كانت two current are in same direction ده معناه ان انا هجيب الفلوكس للاول والفلوكس flux للتاني هيبقى ميو ان في اي للاول وميو ان في اي للتاني equal 4 pi times 10 to power negative 7 will n ب 10 will i ب 2 التاني برضو 4 pi times 10 to power negative 7 will n ب 20 will i ب 4 هتطلع معايا ب 2.512 by 10 to power negative 5 التاني 1.0048 by 10 to power negative 4 طبعا عشان يبقوا سيم دايركشن هعمله بلس يبقى البي بي توتال هعمل بي 1 بلس بي 2 في حاله السيم دايركشن هتطلع 1.256 باي 10 تو باور 4 تسلا اما لو كانوا اوبوزيت هعملهم ماينس يبقى البي بي توتال ايكوال بي 1 ماينس بي 2 هتبقى 7.536 0.536 by 10 to power 6. Number 33, a circular ring of radius 5 cm. يبقى الـ R 5 سم يعني 0.05 متر وكاري كارنت ب 10 أمبيرز عايز magnetic field intensity at the center of the ring عايز البي بكام في الرينج طيب البي ايكوال ايه ميو في ان في اي على 2 ار طبعا ما انه قال رينج يعني بيتكلم ان ال ان ايكوال 1 فهتبقى 4 باي تايمز 10 تو باور نيجاتيف 7 والان ب 1 والاي ب 10 اوفر 2 تايمز 0.05 تطلع معايا 1.26 باي 10 تو باور نيجاتيف 4 تسلا لو الرينج بنت such ذات هاف رينج بيكام بيربنديكولار تو ذا اذر يعني كان في رينج عامله النص ده عامل كده والنص ده عامل كده الاثنين بقوا بيربنديكولار فكان ده الفلكس هنا البي للهاف الاولاني perpendicular للهاف التاني اللي اتنين عاملين ايه 90 ديجري وبالتالي لو عايز اجيب هجيب بقى بي 1 للنص الاولاني والنص التاني نفس الرقم عشان ما ادش مرتين لان اتنين ايكوال فهتبقى ميو في ان في اي على 2 ار كل حاجه زي ما هي اللي هيتغير بس هو النمبر اوف تيرمز هتبقى 4 باي تايمز 10 تو باور نيف 7 الان ايكوال هاف الاي ب 10 على 2 R والR زي ما هي ب 00 ثم عشان اجيب الP total هاخد الاتنين دول وحطهم تحت الروت. هتبقى P1 square plus B 2 square ان كل واحدة هتطلع ب6.28 by 10 to the power negative 5 هعملها بقى square هكمل كده plus نفس الكلام 6.28 by 10 to power negative 5 برضه سكوير هتطلع معايا بكام 8.9 by 10 to power negative 5 34 in the opposite figure electric current is passing through a ring its center is x والكروس سكشن اريا بتاعت الواير 0.02 سنتيمتر سكوير ومدينا radius بتاع الكويل ب 0.7 والكرنت اللي داخل من هنا 4 امبير والفولتج 1 فولت اول حاجه عايز الريزستيفيتي بتاعه الواير ماتيريال طيب عشان انا عارف ان الريزستيفيتي ايكوال ار في ايه على ال فانا مبدئيا معايا الاريا موجوده بس مش معايا اللينس ومش معايا الريزستنس طيب ابدا بايه الريزستنس الرسمه دي اساسا لو انا تخيلتها الكرنت اللي ب 4 امبير هيتقسم على 3 Resistance Parallel وكأن هنا في عندي Resistance و Resistance و Resistance وتحت في R واحدة بس هنا كده في R واحدة بس ب3R وهنا R طب الR Equivalent بتاعتهم هجيبها ازاي يبقى الR Equivalent Equal 3R Times R على 3R Plus R فتطلع 3 over 4 R دي ال R equivalent لكل السيركت دي كده مبدئيا الكرنت current أما هيتقسم هيمشي فوق 1 أمبير ويمشي تحت 3 أمبير عشان هما الاتنين انفرس مع الريزيستنس بل كارنت لو ب4 طيب. هنا هيمشي 1 وهنا هيمشي 3 طيب الريزيستنس هنا بكام عشان نجيبها انا معايا ال V ومعايا ال R معايا ال V ومعايا ال I أنا معايا ال V ومعايا ال I في الحالة دي لو أنا عايز أجيب ال R ال R هتبقى V over I ال V ب1 وال I ب4 هتبقى 0.25 يبقى إذا ال 3 over 4 R ب 0.25 يبقى معنى كده ال R الواحدة بكام؟ ال R الواحدة من دول بكام؟ لأن دي ال R equivalent يبقى ال R equal 0.25 على 3 over 4 هتطلع بكام 1 over 3 أوم طيب دي الريزستنس الواحدة الواير بقى كله لما كان ب... لما كان واير على بعضه كان المفروض ان هو كام R 4 r قبل ما اعمله على هيئه رينج كل واحده من دول لو فردت الرينج ده كله يبقى دول 4 r يعني 4 اوفر 3 لان الواحده ب 3 اذا انا كده جبت الار للواير بكام الار او بتاعت الواير ايكوال 4 اوفر 3 اوم تايمز طب الاريا هو مديني اريا اهي اعوض عنها عادي جدا 0.02 بس اعملها باي 10 تو باور نيجاتيف 4 اوفر اللينس اللينس هنا بكام برضو انا عارف ان ال L equal N في 2 باي R طب هي 1 رينج تايمز 2 تايمز باي والR ب 7 سنتي يعني 0.07 يبقى احط اللينس هنا بالرقم ده 1 باي 2 تايمز باي تايمز 0.07 هتطلع معايا resistivity ب 6.06 باي 10 باور نيف 6 اوم دوت ميتر يبقى انا كده جبت الطلب الاولاني اللي هو الريزستيفيتي كمان عايز الماجنتيك فلوكس دنسيتي ات ذا سنتر اوف ذا رينج الفلوكس هنا بكام اولا لازم افرق ان ده كده جزء من السيركل او لوب الكرنت فيها ماشي كلوك وايز وده جزء تاني ماشي انتيكلوك وايز يبقى انا لو عايز اجيب البي توتال هجيب اتنين فلوكس واعملهم ماينس البي للرينج الكبيرة اللي هي التلات أرباع ماينس البي للرينج الصغيرة اللي هي الربع يبقى إيكوال إيه؟ المفروض ميو في إن في أي على تو أر دليل إيه؟ للثري كوارترز ماينس ميو في إن في أي على تو أر بس للكوارتر يبقى إيكوال. ممكن اخد الميو كومن فاكتور عشان رايح نفسي هي والار واعمل الباقي ماينس النمبر اوف تيرنز للاولى 3 over 4 والكرنت كان بكام ب1 امبير على الار زي ما هي وهنا في احنا ممكن ناخد ال2 كمان يبقى على 1 ماينس التانية هتبقى ال N بكوارتر والكرنت ب3 على 1 هلاقي ان الاتنين دول ايكوال فاما اعملهم يبقى الريزلت بكام زيرو

هنا ده بوزيتيف وده ايه نيجاتيف الكرنت لما يطلع من هنا هيتقسم هي جزء هنا وجزء هنا ثم يرجع تاني يتقسم في التلاتة دول طيب ما تيجوا نجيب ال R equivalent مبدئيا التلاتة دول parallel فال R equivalent equal 1 over 6 أو 1 على 4 1 over 6 plus 1 على 18 plus 1 على 9 تطلع 1 over 3 يبقى إذن دول كده على بعض ب 3 يبقى ال R اليكويفالنت للجزء البار اللي تحت ب 3 اوم طب دول 15 و 30 يبقى الار ايكويفالنت للي فوق دي 2 ودي 1 هتبقى 30 باي 15 على 30 plus 15 فتبقى 10 يبقى الار توتال للسيركت كلها 3 3 10 يبقى 13 اوم يبقى كلها ب 13 اقدر بقى دلوقتي اجيب مين اجيب الاي لان معايا V ومعايا الار فتبقى في بي على ار يعني 26 over 13 فتطلع 2 a امبيرز لسه هو عايز الفلكس دينستي طب ما الكرنت جبت لا لحظه بقى الكرنت اللي 2 امبيرز ده لما يجي يطلع هنا هيتقسم يمشي هنا جزء وهنا جزء انا عايز اللي هيمشي في السلينويد يبقى الاي سولينويد ايكوال الار اللي قدامها اللي هي 15 على مجموع الاثنين 15 plus 30 by 2 هيطلع معايا بكام 2 over 3 amperes كده بقى اقدر اجيب اخر حاجة الفلوكس في السولينويد ميو في اف اي permeability 4 باي times 10 power negative 7 والإن ب150 والكرنت ب2 over 3 هيطلع معايا 1.26 by 10 power negative 4 تسلا number 36 the diagram shows a flat circular coil carrying a current on diagram sketch the magnetic field pattern of the coil use arrows to show the direction of the magnetic field طبعا ال, ال current هنا بيمشي زي ما احنا شايفين كده clockwise يعني معنى كده ان هنا النورث north وهنا الساوث south بما ان الفيلد field بما ان ال current clockwise يبقى الفيلد field هيبقى هنا north و south يعني خطوط الفلكس هتبقى عاملة كده بالشكل ده كده وكأن جوه فيه زي ما قلنا ايه شورت بار ماجنت الدايركشن بتاع الفلكس هيمشي بره من النورث للساوث وجوه من الثاوث للنورث when there is a current in the coil the electromagnet show B when there is a current in the coil The electromagnetron below is able to carry small loads from the hook when the current is switched off the hook and the load is off. ايه الـ suitable material للـcore؟ احنا عارفين أفضل حاجة إن احنا بنستخدم السوفت iron ده أحسن مادة بتستخدم. explain why this material is suitable ليه الـiron؟ because الـiron has high permeability واحنا عارفين كويس ان ده معناها انه which concentrated flux lines بيجمع الفلوكس flux lines وده يساوي يخلي the permeability لما يزيد وال flux line يزيد يزود magnetic flux density number 37 the opposite the figure the following figure show a solenoid بيقول لي connect the two terminals of the solenoid with battery to obtain the, the indicated poles انت عايز هنا النورث والسوث فعشان يبقى نورث لازم الكرنت يمشي في الاوت تيرنز او خلينا نعملها باللون الاحمر عشان تبان اكتر عايزه تمشي اب بالشكل ده عشان تمشي كده يبقى الكرنت جاي من هنا عشان يمشي كده ويخرج من هنا يبقى انا لو هوصل باتري هتبقى بالشكل ده بعد كده عايز الفلوكس دايركشن الفلوكس لاينز هتبقى ماشيه جوه من النورث للساوث وبره بتلف من الساؤس جوه جوه من الساوس للنورث وبره بتلف من النورث للساوث وكان في عندي لونج بار ماجنت مين بيقول لي منشن ذا parameters ذات افكت ذا ماجنتك فلوكس along the axis of solenoid بيسالني على الفاكتورز انا عارف ان البي ايكوال اي ميو في ان في اي على ال يبقى إذن أول حاجة ال-P Direct مع ال-Permeability اثنين ال-P Direct مع ال-N ثلاثة ال-P Direct مع ال-I أربعة ال-P Direct مع ال-L Number 38 A solenoid of length L and the number of turns N is connected to a battery of VB and negligible internal resistance What would happen and mention the reason to make, to make the magnetic flux density at point inside the coil of on its axis? طبعا لو السوفت ايرن انسرتد Permeability هتزيد Permeability دايركت مع الفلكس والفلكس هيزيد طيب لو السيباريشن ديستانس ما بين التيرنز reduced تو هاف لو المسافات ما بينهم قلت معنى كده ان اللينس في السلينويد هيقل النص واللينس انفرس مع البي او البي هو اللي انفرس مع اللينس فلما اللينس يقل نص الفلكس هيزيد الدبل نمبر 3 هاف اوف ذا سيلينويد لينس ريموفد اند ذا ريست از كونكتد لو شلت نص اللينس معناها ان لينس 2 بقى نص لينس 1 وكذلك النمبر اوف تيرنز بقت نص النمبر 1 لكن الكرنت بيزيد الدبل على طول لان الاي والال انفرس يبقى ساعتها لو هقارن ب1 ب 1 ب 2 كنت ساعتها بقول إن1 على إن2 باي I1 over I2 باي ال 2 over L1 وساعتها قلتلكم إن دول بيكنسلوا بعض فبشتغل على الاي I يبقى ب1 على B2 equal. ب2 إيكوال I1 هسيبها زي ما هي وI2 ب2I1 أما أعمل كروس وأعمل كروس ملتبليكيشن يبقى معنى كده إن ب2 بقى 2p1 يبقى هيزيد الدبل نمبر 39 the coil in the figure is fixed above a piece of soft iron برضو عندي هنا soft iron on the tab, top of top pan balance يعني ده ميزان بيقيس حتة الحديدة دي لما ال switches closed reading بتاعت ال 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 balance الميزان ده فينا pointer القرايه بتاعته هيحصل لها ايه اولا انا عارف ان مجرد ما الكرنت بيمشي في السلينويد بيبقى هنا كان في ماجنت فالماجنت هيعمل يعني ايرن الايرن هيعمل له اتراكشن فاكيد الاتراكشن هيخلي الوزن او تاثير الوزن على الميزان يقل عشان الجرافيتي يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل ا بار ماجنت ذا ماجنتيك فلكس Raised from the bar, magnet attracts the iron piece, which decreases the reading on the band. I will balance. طب إيه اللي هيحصل لو ال current reversed؟ هنا في شابتر 2 نو no افكت لأن البولز poles لو اتعكست يعني لو كان هنا نورث وهنا ساوث أما أعكس البولاريتي polarity بتاعة البطارية يبقى ده النورث وده الساوث وبرده أتـ أتراكت يعني بنفس المعنى فمفيش تغيير هنا في الشابتر ده هنا بيقول لي write the mathematical relation and the slope for each of the following ال p والتي السيلينويد طيب ال P equal ميو في N في I على ال لما اخد انا ال P وال N يبقى السلوب الباقي ميو في I على ال طب هنا ال B في السيلينويد ال B في الكويل منير ميو في N في I على 2R لما اخد ال B1 على R يبقى السلوب الباقي ميو في N في I على 2 نفس الكلام هنا ال B في السيلينويد منيل فلما اخد ال B وال L يبقى السلوب اكوال ايه ميو في ان في اي هنا قال لي the following figure show half rings carry the same current اي calculate the flux in terms of i و r و ميو then rearrange the figure descending order طيب الcurrent لما يجي من هنا هيتقسم في الاتنين ب same value ولان الاتنين نفس الـ ال, ال resistance عشان نص السلك او نص ال ring فكانهم تو بارالل واير كاري كارنت ان سيم دايركشن وبالتالي على طول من غير ما افكر البي هنا في السنتر هتبقى نيوترال بوينت اما هنا فانا عندي الكارنت اللي هيمشي هنا اسمه اي فكان عندي تو رينجز كاري كارنت ان اوبوزيت دايركشن بس هاف رينج فالبي توتال هيبقى بالماينس هيبقى ميو في هاف لان ال ان بهاف فاي على تو والرينج دي انا بتكلم هنا على الرنج الايه الرنج الاوتر الاول على هتكلم على الرنج الانر على ار ماينص التانية ميو في هاف في اي بس على بدل 2 ار يبقى 2 2 ار عشان هي الدبل فلو انا اخدت كومن فاكتور هتبقى ميو و اي واخد الار هنا فيتبقى هاف اوفر 2 ماينس هاف اوفر فور يعني كانها كوارتر ماينس 1 اوفر 8 فيبقى في الاخر خالص هتبقى كوارتر ميو في اي على ار ده بالنسبه لدي طب هنا هنا هيبقوا نفس الفكره بس سيم دايركشن ان الكرنت هنا وهنا هيمشي في نفس الدايركشن انا كملت دي كده تبقى معاه يبقى بدل ما كنت اعمل ماينس هعمل بلس فساعتها تبقى 3 اوفر 8 ميو اي على ار لان انا ساعتها بدل ما كنت هعمل الكوارتر ماينس 1 اوفر 8 هيبقى 1 بلس 1 اوفر 8 فتطلع 3 اوفر 8 نفس اللي هعمله هنا بالظبط اما هنا هتبقى ميو في ان في اي على ار فالان بقى فتبقى هاف ميو في اي على ار بس طب انا لو جيت اعمل ارينجينج بقى مين اعلى واحده هتبقى دي اكبر واحده ثم سي ثم بي واخر حاجه A. Question 42 Two identical metallic rings, one of the copper and the other of aluminum. Resistivity بتاعت الكبر أقل من الألومنيوم يعني الـ conductivity بتاعت الكبر أعلى. Each of them connected to a cell. Two, the two cells are identical. يعني نفس الـ VBE للاثنين constant. طيب من هنا بيقول لي in which ring with the density of the magnetic field at the center p greater طبعا الفلوكس بتاع الكوبر هيكون اعلى من الفلوكس بتاع الالومنيوم ليه لان الكرنت اللي هيمشي في الكوبر كويل اكبر من الكرنت اللي هيمشي في الالومنيوم كويل ليه برضو عشان الكوندكتيفيتي بتاعه الكوبر اكبر من الكوندكتيفيتي بتاعه الالومنيوم لان resistivity بتاعه الكوبر انت لسه قايل لي انها اقل من الريزستيفيتي بتاعه الالومنيوم والريزستيفيتي والكوندكتيفيتي انفرس يبقى بالتالي الكوندكتيفيتي دايركت مع الاي والاي دايركت مع البي. طب لو الكرنت فلو ثرو ذا كابر رينج ان كلوك وايز دايركشن ذن ذا بولاريتي اوف ذا سيل از ريفرس وات هابن تو دايركشن اوف ذا فيلد طبعا انا لما بعكس البولاريتي بيتعكس معايا الدايركشن بتاع الاي والـ I لما بيتعكس، الـ بيتعكس، يبقى by reversing الـ polarity of الـ battery، the current reversed in coil، which reverse the direction of field. هنا في نمبر 43 بيقول لي in the opposite figure a solenoid coiled around a plastic cylinder and connected to electric source where a magnet is hanged near them as shown in the figure طبعا هو بيكلمني هنا طيب هنا المفروض مجرد ما بيوصل الكرن أو ال 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 switch on والكرن بيطلع من ال positive pole للباتري هيمشي في الديريكشن ده وبالتالي لو استخدمت الright هاند رول هيبقى ده النورث وده الساوث

هيبقى هنا الثاوث وهنا النورث، فيحصل إيه؟ Attraction force arises between magnet and السولينويد، طب what will happen when the plastic cylinder is replaced؟ بقى cylinder made of soft iron، احنا عارفين إن soft iron عنده high permeability، والpermeability دايركت مع ال flux density. وبالتالي لما الفلاكس يزيد الاتراكشن او الفورس اللي ما بينهم الماجنتيك فورس ما بينهم هتزيد هنا في نمبر 44 بيقول لي تو كونسنتريك ميتاليك رينجز كاري ذا سيم الكتريك كارنت انتنسيتي ان ذا اوبوزيت فيجر وات از ريكويرد تشينج ان ذا كارنت انتنسيتي ان ذا انر تو ميك ذا سنتر بوينت اوف ذا نيوترال بوينت يعني عايز لو هنا ده كاري كارنت اي وده كارنت اي اعمل ايه في في الـ i value عشان أخلي الـ b total هنا بزيرو الـ b total بزيرو يعني أنا عايز الـ b inner equal الـ p outer طيب الـ p في الكو في الكويل ميو في ان في اي على 2 ار وهنا نفس الكلام ميو في ان في اي على 2 ار هي هما الاثنين سيم طبعا ونفس النمبر اوف تيرنز وهنا برضو التو مع بعض يبقى اي انر على ار انر equal i outer على r outer هنا بقى هلاحظ ان ال r inner equal d والR r outer equal 2 d يبقى بال substitution ال i inner على d equal ال i outer على 2d انا كنسل ده مع ده واعمل cross multiplication يبقى ال r outer هيبقى double ال i inner لو انا عملت كده هيحصل الفلكس بزيرو نمبر 4. أ current path through a wire 15.7 cm لينس. يبقى انا عندي Length ب15.7 by 10 to 2 على شكل Arc radius بتاعي ب10 cm يعني 0.1 متر والفلاكس اللي generated فيه 3.14 by 10 to power 7 يعني ومديني الpermeability بتاعت الاير زي ما انا عارفها وعايز يعرف الاي بكام طيب مبدئيا عشان اقدر اجيب الاي لازم اجيب النمبر اوف تيرنز فالان ايكوال ال على 2 باي ار اللنسك 15.7 باي 10 تو باور 2 اوفر 2 تايمز الباي تايمز الار ب 0.1 هتطلع معايا ايه ب 1 اوفر 4 او 0.25 تيرن دلوقتي بس اقدر اجيب الاي i equal b times 2r على ميو في n فتبقى 3.14 by 10 to power negative 7 times 2 والR ب 0.1 over 4 pi times 10 to power negative 7 times 0.25 طبعا لما كانسل باي بقى مع الباي هتطلع في الاخر 0.2 amperes number 47, the electron of hydrogen atom moving circular paths medina radius, a radius by 5.3 by 10 to power negative 11 meter. I is, lb, beta, beam of electrons, medini, charge, 1.6 by 10 power negative 19 coulomb, medini, sorite, electrons, B2 222 by 10 power 5 meter per second. طيب هتقول لي يا مستر طب انا اجيب منين الكلام ده؟ اعرف منين اجيب؟ طبعا الالكترون لانه بيلف حوالين الاتوم سيركلر تقريبا باث فانا بالتالي السرعه بتاعته اللي بيلف بيها كنت اخدت في الويف ان السرعه دي ايكوال ايه؟ المفروض دي اوفر تي ولان هنا انا عايز اجيب التايم a D over V, a distance, lenibam shift circle, by circumference 2 pi r over V. You got time equal 2 times pi will r be 5.3 by 10 to the power negative 11 over LV be 22 by 10 power 5. It's 1.513 1. by 10 to the power negative 16 seconds.

10 3 امبير دلوقتي بقى اقدر اجيب الفلكس البي ايكوال ايه ميو في ان في اي على 2 ار البيرميابيلتي معروفه 4 باي تايمز 10 تو بورد نيجاتيف 7 والام هي لفه واحده رنج واحده والاي اللي لسه جايبها 1.058 باي 10 تو بورد نيجاتيف 3 اوفر 2 والار 5.3 by 10 to power negative 11 هتطلع ب 12.5 تسلا 59 long vertical wires tangent to a circular loop of one turn يعني عندي coil و tangent ليها one loop قال ال n equal 1 وقال ان ال i ب 0.21 امبير عايز اعرف لو في نيدل هنا و doesn't deflect يبقى ال اللي في الواير بكام عشان ده يحصل احنا قلنا دايما في حاله التانجنت الرول اي واير على باي ايكوال ان كويل اي كويل الاي ورا انا مش عارف بكام بس هنا الباي والان كويل ب1 والكرنت ب0.21 كل الحكايه ان انا اعمل كروس ملتيبيكيشن يبقى الاي واير ايكوال 0.21 تايمز باي فتطلع 0.68 62 solenoid one placed inside the other such that their two axes are coincident the first عنده n turn بريونت لينس الn الاولى ب10 والسكند الn بتاعته ب20 قال عايز فلكس ان ذا انتيرير بوينت along the common axis يعني لو الاثنين جوه بعض واحد كده والتاني جواه وليهم اكسس واحد مشترك أو الكرنت الأولاني ب2 والكرنت الثاني ب4 هجيب ب 1 ميو في N في I1 واجيب ب B2 برضو ميو في N في I2 وأعمل الاتنين بلس مرة وأعملهم ماينس مرة إحنا عملنا واحدة شبه Question 61 A circular coil of diameter 10 سنتيمتر يبقى الراديوس بتاعي 5 سنتي يعني 0.05 متر والفلكس جوه الكويل ب 5 باي 10 تو بارنيتف 5 قال لي اتحول للسولينويد اللينس بتاعه ب 20 سنتي يعني 0.2 متر فعايز الفلكس بتاع السولينويد قلنا بناخد في الريشيو بتاع المساله دي بي سولينويد على بي كويل ايكوال تو ار على ال -L. البي سولينويد مش عارف بكام بس البي كويل قلنا ب 5 by 10 تو negative 5 ايكوال R 2 والار ب 0.05 والال ب 0.2 هعمل كروس ملتيبيكيشن يبقى البي سولينويد 2.5 باي 10 باور 5 تسلا بكده يبقى احنا خلصنا اسئله الجزء الخاص بالسولينويد والكويل ان شاء الله تبع ننزل لكم فيديو الخاص بالفورس والتورك والاجهزه ورا بعض ربنا معاكم ان شاء الله بالتوفيق ولو في اي حاجة بعتونا على الجروبات بتاعتنا منالكم كل خير ونشوفكم على خير ان شاء الله في شطر الجديد مع السلامة